في إطار محاربة ظاهرة المضاربة غير المشروعة واحتكار المواد الغذائية واسعة الاستهلاك عبر إقليم اختصاص المجموعة الإقليمية للدرك الوطني ببومرداس، تمكنت فصيلة الأبحاث للدرك الوطني ببومرداس بالتنسيق مع مصالح مديرية التجارة ومصالح مديرية الفلاحة التابعين لولاية بومرداس من حجز كمية معتبرة من مادة البصل الموجهة للمضاربة. تعود وقائع القضية إلى معلومات مؤكدة مفادها وجود غرف تبريد بحي المخاطرية بلدية برج منيل بها كمية معتبرة من مادة البصل مخزنة من أجل توجيهها للمضاربة غير المشروعة. على أثر ذلك وتبعا للإذن بالتفتيش تم تفتيش غرف تبريد حيث تم حجز 284 قنطار و20 كيلوغرام من مادة البصل بقيمة مالية تقدر ب 700 مليون سنتيم مع توقيف المشتبه فيه.